أثناء المباراة الحكم بيصاب بعد التحام مع لاعب وبيسقط على الأرض. يفترض أنه في هذه الحالة لما بيسقط الحكم على الأرض يبقى الحكم مش موجود، والحكم هنا لو مش موجود يجب على الجميع أن يقف اللعب. خلينا نقول الروح الرياضية، يجب على اللاعبين هم نفسهم إيقاف اللعب. ليه؟ لأن حتى الحكم هو موجود وبيصاب أحد اللاعبين، اللعب بيقف بمعرفة الحكم، لأن سلامة اللاعبين وهنا بقى بالمرة سلامة الحكم أهم من كرة القدم. يفترض أنه يقف اللعب، ولكن لو هنفترض بقى أن الكرة دي استمرت واللاعبين ما خدوش بالهم والكرة دي راحت جاب الجون، طب مين هيحسب الجون؟ ما هو الحكم مش موجود. فبالتالي أعتقد أنه هنا في هذه الحالة لن يحتسب هذا الهدف، وسيعود مرة أخرى إلى أنه اللعب تم إيقافه من وقت ما سقط الحكم على الأرض.